قام المدير الفني لمانشستر يونايتد سوسكاير بتوضيح قراره بجلوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء أمام إيفرتون. وقال سوسكاير: قبل مواجهة إيفرتون قمنا بمجهود مميز يوم الأربعاء الماضي، كانت الأمور مرهقة جدا من الناحية البدنية والعاطفية. وأضاف: لهذا السبب قررنا تجديد صفوفنا وتنشيط الفريق نوعا ما، لأن بداية هذه المباراة ضد إيفرتون ستكون هامة للغاية، خاصة وأنها تقام في وقت مبكر من اليوم. وتابع: لقد تحدثنا حول تأثير البدلاء وما فعلوه في المباراة الماضية، وربما يحدث نفس الأمر اليوم. كافاني ومارسيال يعرفان مدى جودتهما ويدركان أهميتهما بالنسبة لنا، ونحن بحاجة لكل اللاعبين خلال الموسم لحاجتنا للمداورة في بعض الأحيان. وأنهى حديثه: نحن نحتاج إلى التحكم في دقائق اللعب بالنسبة للاعبين للتأكد من وحدة الفريق ومدى عمق التشكيل الذي نمتلكه. وفي سياق متصل، قام رافائيل بينيتيز المدير الفني لإيفرتون قال عن غياب رونالدو: ربما عدم وجوده يسعدنا نوعا ما، لأن الجميع كان يتوقع مشاركته، لكن لا يزال لديهم فريق قوي للغاية. يذكر أن مانشستر يونايتد واصل نزيف النقاط بتعادله المخيب أمام إيفرتون بنتيجة 1-1، عرف الدخول البرتغالي في الشوط الثاني في الدقيقة 57.